وبجد حاليا يا امير اللي بيحصل انتقاد للاعيبه نادي الزمالك مش مبرر، ليه مش مبرر يا مش مان؟ مبرر طب ما تماما. هو ممكن جمهور لا نادي هو الزمالك شايف يا جماعه بمنتهى الصراحه، يعني شايف ان اللعيبه مش عامله حتى اللي عليها في الملعب. ما انا هقول لك على حاجه، مش لاعب كل واحد اه ولا مش كل الفريق اللعيبه، كله؟ او مش لا كل اللعيبه لا ماشي لاعب اوكي، واحد ولا الفريق كله؟ لا ده لا مش الكل. كل اللعيبه حلو، الفريق كله. لا في لعيبه بع يعني بعنيها لعيبه معينه هي اللي بيتم الهجوم عليها حاليا. هم في ثلاثه مصدرين المشهد، زيزو ويوسف اسامه نبيه وسيف فاروق جعفر. تحس ان في ناس يعني التوجيه جاي ان دول يبقى في ازمه للسوشيال. فزيزو عايز اقول لك لا طبعا حقه، ما هو بيعمل اللي عليه بس الباقي مش مساعدينه يا جماعه في وخلي الملعب بالك برضو كمان كفريق. زيزو برضو في الفترة اللي فاتت جاله أكتر من عرض، و والله اه بعد ما جدد للزمالك بعد ما جدد للزمالك بيجي له عروض وعروض كبيرة ولغايه جدا، فين؟ دلوقتي لكن اللاعب طبعا لغاية دلوقتي متمسك بنادي الزمالك واستمرار في نادي الزمالك، ومش ناسي برضو إن الزمالك يعني هو اللي ظهر وقدمه للناس وقدمه للمنتخب. فزيزو زيزو طبعا دلوقتي أنا بيقولوا عذره الله عرضين. يكون في عونه، طبعا لعيب كبير جدا جدا ولعيب مميز ولعيب منظم وبيحافظ على نفسه وبيطور نفسه، فأتمنى من جماهير نادي الزمالك الله طبعا الله يكون في عونها تساند لاعبتها في الوقت زي وده ده، الأهم، وتساند ده أمر مهم لاعبتها اللي برضه. هم اللاعيبه اللي ادوا للناس دي او المخلص متمسكين بنادي يعني زيزو على راجل زيزو ده راسهم طبعا. بصراحة عايز أقول لك ساب على فلوس حاجة، قد كده صح والوش الله من يبارك الريان. طبعا حاجة عايز أقول وقال لك لك كمان، هكمل زيزو الفترة الحالية كان في بعض عرضين. وكلاء اللعيبة اللي اتكلموا إن في عروض بس مستنيين حسم المجلس مين اللي هيبقى مسؤول موجود، عرض من السعودية وعرض من الإمارات برضه. في بعض اللعيبة اللي الأضواء عليها بتلعب في نادي الزمالك وكان من هل ضمنهم يضطر سيف نادي و الزمالك لبيع زيزو عشان يستفاد لا ماديا؟ لا وهو كمان عايز يكمل بس هو مش عارف يحسم الامر. خلي بالك زيزو الاول كان عقده كبير وكان ده برضه عامل بعض حالات الغضب في الفريق من بعض اللاعبين. بس كان يعني تم ارضائه ماليا، لكن بعد ارتفاع الاسعار انت وبعد عارفه عقد زيزو كام ولا مش عارف؟ انا ما اقول احنا عارفين بس مش عايزين مش نتكلم عايز يعني تقولي طبعا. يعني مش ناقصه اللي هو نزود الازمات. اوكي احنا لسه بنتكلم على يوسف اسامه نبيه وسيف فاروق جعفر وقلنا اللي معروض عليهم كام، يعني مليون ونص، وانت ممكن تروح تجيب لاعب ناشئ ب 4 و5 مليون، تمام فتخيل الباقي. تمام وزيزو يستاهل الرقم ايا كان الرقم اللي ايوه ما بياخده؟ انا مش اكيد بالعكس، يستاهل. ما هو ما ده هو حقه. واقول انت لك لو على حاجه، هتجيب اتعرض لعيب عليه زي زيزو اكتر، مثلا افريقي من بره بص اتعرض هتدفع عليه 2 اكتر 3 مليون وهو دولار. بالعكس متمسك. والايام اللي فاتت زيزو جاي له عرض في بعض الوكلاء اللي تواصلوا معاه علشان يبقى فيه عروض وان هو يتم اعارته، هو قال لك لا احنا لسه هنشوف نادي الزمالك، طيب وده اللي احنا عايزينه الفتره طب الجايه. مالك ايه قصة شيكابالا اللي برضو اتكلم فيها مراد؟ شيكا في حاله نفسيه سيئه، في حاله غضب شديده، لان هو بعد يعني هو عمل كل حاجه، هو عمل اللي عليه على قد ما يقدر في الملعب. واعتقد هو او عبد الشافي او بعض الاسماء في لعيبه نادي الزمالك كانت بتنزل بتقاتل باسم نادي الزمالك وبتحفز انا اللاعبين. امبارح قلت رأيي في الموضوع ده، قلت ان شيكابالا الافضل ان هو يستمر مع الزمالك على اقل موسم، بس يتم بالظبط، وعنده توظيفه بالشكل اللي يكون اللي في صالح ينفع الفرقه زي ما عمل وعنده فيريرا السنه اللي فاتت، ان هو بالظبط، وكان بينزل بينزل فاخر ربع ساعه اه بيجيب ليه اهداف وقت وبيصنع اهداف معين وكان ان مؤثر هو جدا. يقدر وشيكابالا ينزل عنده فيه ويأدي المقدره، فيه. عنده المقدره انه يكمل سنه سنه. وشيكا كمان عنده الحافز. لكن انت دلوقتي بتتكلم على لاعب انت كاداره خليت نفسيته يعني اللي هو ايه، انا هنزل وانت عايزني اعتزل. انت متخيل ان انت الاول بعد ما كنت بتديله الحافز ان هو دلوقتي لغايه اخر بتحبطه جامد. دقيقه ان هو بيقاتل في الملعب، انت دلوقتي بتحبطه اللي هو لا انت خلاص عارف اللي هو الحصان اللي كبر فاستبعده. يعني المفروض كاداره وكتسويق بالعكس انا اشجع اللاعب، وفي حاله ان هو خلاص هيعتزل لا انا بعرض عليه ان هو يبقى موجود في النادي وان هو ابن النادي وان هو يكمل بس في منصب اداري. ايه المشكله؟ لكن الازمه كلها جايه فيما بعد. اللعيبه دي لازم يبقى فيه اهلها نفسيا قبل اي شيء. ده امر مهم. طيب كويس.